السلام عليكم ورحمة الله أخواني المشاهدين ومتابعي قناة بث تكنو. اليوم عندنا فيديو هو أجوبة أسئلة المتابعين. أيضا هناك سؤال إنه الفرق بين الليد والكيوليد والLCD والكوانتوم ألتر إيج. هنحاول نجاوب هذا السؤال باختصار. الLED هي Light Emitting Diode اللي هي طبعا نوع من الإضاءة أو إضاءة الLED. طبعا الآن نشاهد الLED موجود بكل مكان، وبالتالي انه معروف شنو هي الاضاءة LED. اما LCD فهي شاشة العرض البلوري او Liquid Crystal Display. الناس عندها طبعا حالة من التشابك بين LCD والLED. LCD اللي هو نوع شاشات وليست نوع اضاءة. LED نوع اضاءة انه يصير خلف الشاشة، وبالتالي انه تعطي الاضاءة LCD اللي هي طبقة الالوان او طبقة كيف انه تعكس الالوان او تظهر الالوان حتى نحاول نبسطها قدر الامكان. وبالتالي LED إضاءة، LCD هي طبقة الشاشة أو طبقة اللي طبعاً شاشة LCD من تنكسر تشوفون إنه كيف تكون كيف السائل أو المادة السائلة، هو هذا LCD. بينما LED إضاءة. الكيوليد الكوانتوم LED أيضاً هي شاشة LED، لكن الفرق إنه فيها طبقة تسمى طبقة الكوانتوم أو حبيبات الكوانتوم اللي تتفاعل مع الضوء، وبالتالي إنه تعطيك نسبة ألوان جداً عالية. السؤال هنا حتكون إنه ليش مو كل الشاشات كوانتوم؟ إنه ليش ما بيها هذه التقنية؟ تقنية الكوانتوم فيها أيضا درجات. في كوانتوم يعتبر أساسي، وفي كوانتوم يعتبر هاي كلاس أو إنه يعتبر الأعلى. وبالتالي في شاشات كمثال إنه شاشة الحافظ كيوليد تعتبر فئة متوسطة، بينما مثلا شاشة سامسونج كيوليد تعتبر فئة عالية. الكوانتوم في شاشة مثلا سعرها $400 يختلف عن شاشة كوانتوم سعرها $3000 سبب فرق المواصفات، أيضا فرق الإضاءة وكثير من التفاصيل مثل المعالج وغيرها جدا تأثر بهذه الأمور. فالكيوليد هي أيضا شاشة LED لكن فيها حبيبات الكوانتوم. حيجي أنه الشطر الثاني من السؤال أنه كل أنواع LED متشابهة؟ لا، مو كل أنواع LED متشابهة، لأنه في LED قديم، في LED جديد، في LED نوعيات إضاءة خاصة موجودة في شاشات الكيوليد من فئة متوسطة وأعلى. في شاشات أنه طبعا تستخدم حتى الإضاءة يسمونها بلو لايت أو الضوء الأزرق. أما الكوانتوم ألترا HD فهي خاصة بشاشات TCL. طبعا هاي تستخدم فيها بعض التقنيات او بعض الامور اللي اخذت هذه الشهاده، شهاده الكوانتوم ألترا HD. طبعا هي ما تعتبر كيف اضاءه، لكن هو تستخدم خاصيه الكوانتوم بشكل محدود من اجل اعطاء تباين لوني اعلى. اتمنى ان الفيديو كان مفيد لحضراتكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ايضا في صندوق الوصف وفي القناه كثير جدا من الفيديوهات المفيده ممكن تطلعون عليها، وبالتالي انه تتعلمون اكيد شيء جديد منها. اشكركم على الاستماع والمتابعه. اخوكم ابو يوسف.